فيكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ونحكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا بكريستوفر. كريستوفر شاب بحب كثير الطبخ وعطول بيحضرني، واتمنت والدته أنه يطلع معي حلقة، وأهلا وسهلا فيه. وكريستوفر هو من بيت عبود مش هيك؟ من صح. وين؟ من بعلبك. من بعلبك، أهلا وسهلا فيك وكل تحياتنا لكل أهل بعلبك. مرسي. اليوم صنفنا هو معكروني جراتان بالبيض والسبانخ. شو بدي من مكونات لهالطبق الجديد يلي حنسويه وصحي ومغذي وطيب؟ بدي سبانخ كيلو، معكروني بكيه وحدي، بصل ناعم بصل كبيري، بيض عدد 8، زيتون أسود 100 جرام أو 150، اثنين ما بيأثر، زبدة 3 شرحات، كل شرحة 20 جرام، هاو شرحتين فوق بعضهم 40 وهي شرحة 20، طحين 40 جرام، حليب بودرة 150 جرام، جبنة موتزاريلا 150 جرام، كريمة سايلة 50 جرام، مع ملح وبهار أبيض. دايماً منبلش بالإشياء اللي بدها وقت على النار، وهي بالأول بدنا نسلق السباجيت. يلا بس تصير الطنجرة نصها بدي عزمك تحطها على النار. بهالوقت أنا بدي أسلق البيض، وفينا نعملوا البيض بوشي بس أهون لإلكن. نسلقه سل، منحط البيض على طول على مهلنا، لأنه إذا لبد لبدة صغيرة تكون انكسرت لأنه القشرة حساسة. وممنوع على طول بسلق البيض نحط خل، لأنه الخل هو بيرقق القشرة. برافو يا كريستوفر. يلا أنا بروح ولع عنك. ولع ولع. هايدي حبيبي. هاي. إيه. إيه. خليك لجوا. يلا. هاي الماي لتغلي على النار، هون بنحط البيض ليبلش يغلي، ومنضيف له قليل من الملح، وللمعكروني كمان بدنا نضيف ملح. هلا بدنا نجيب مقلاية لنبلش بالحشوة، بنحط فيها شرحة زبدة، ومنضيف عليها سبانخ، وكريستوفر بدي يحرك لنا اياها. هاي بتطول شوي لتحمل مقلاية معدنها سميك. فينا نستعمل الأكل برجوز الطيب، وفينا ما نستعملها، بس دائما وقت اللي بتدخل عملية البيض أو السمك أو أي شيء له زنخة دجاج فينا ندخل جوز الطيب معه. برجع بكرر يلي انضموا لنا هلا، نحن اليوم صنفنا هو معكروني جراتان بالبيض والسبانخ. حطينا على النار 8 بيضات لنسلقهم، فينا نسويهم بوشيه مع المي والخل والملح. وعم حطينا مي لنسلق المعكروني او سباجيتي، وبطنجره كريستوفر عم ببلش بمقلايه. حطينا زبده وعم ننزل عليها البصل، بنحركهم. بصير يتحرك البصل معه. بهالوقت انا لازم احمي الفرن يلي بدي احط فيه السبانخ الجراتان، ما اسمه جراتان، لازم يكون حامي قبل 10 دقائق من عملية وضع الجاط او الصينية بداخله. كمان اليوم امبارح كنا بالحدث بجمعية أم النور، هالجمعية اللي بترجع بتلم العائلة، بتلم الأهل،
بتلم الشخص أو البنت الضايعة يلي كانت بالمخدرات، كانت مع بلدية الحدث. كمان شكر كبير لإلهم يلي ساهموا معهم بإعطائهم المسافة الواسعة لإنجاح الشيء السنوي يلي هن بيعملوه. وكمان كانوا هاديين جاكيت لألبسها جمعية أم النور، ولكن طلعت الجاكيت كتير كبيرة، بدي زغرها ووعدتكم إنه رح ألبسها. وهذا الشيء كتير مهم إنه الناس كل شيء فينا نساعد جمعيات تعتني بالمخدرات وترجع بتضبه للشخص من بعد 9 أشهر بالاعتناء فيه من مأكله والاعتناء فيه كمان بالمنامة، والطريقة الصحية يلي بيصير يلتهي شوي شوي وينسى المخدرات. هذا شيء كتير مهم لأنه آفة كتير عم تدخل مجتمعنا، وهذا الشيء كتير بيأثر على الصبايا والشباب عندنا. وهذا الشيء اللي هي الجمعية هي بتعتني بالأشخاص يلي بيتعاطوا مخدرات لتمنعهم شوي شوي وتنسيهم عملية المخدرات أو الأشياء اللي بتكونوا تعودوا عليها. هلأ أنا هون بلش البصل يتقلى، بدي ألبس كفوف. نجيب السبانخ اللي مغسل مقطع ومغسل 5 مرات، لأنه السبانخ على طول بيحتوي على أتربة ورمل مشان يطلع نضيف معنا هالأكلة. بعصرهم وببلش ضيفهم شوي شوي على البصلة. هلا بتشوفون كتار، بس هلا على النار هن بيدبلوا وبصير حجمهم صغير. هلا البخار يلي عم يطلع من البصل والمقلاية بيتغلغل، عم يتغلغل. وبصير تدبل معنا ورقة وضلع الصغير تبع السبانخ. بيض بلش يغلي، مننوّس النار ومنعيّر 10 دقايق عليه ليكون استوى. هلأ هون أنا يحجيب ملعقة تاني خشبية وبلش بتحريك هالسبانغ مع البصل ليدبل ونخفف أكبر كمية ممكنة من نسبة الماء الموجودة بالسبانغ. شايفين كيف بلش نلاقي حجمهم عم يصغر؟ شو كريستوفر منيح عم يصغر حجمهم؟ شو بتساعدها للماما بالبيت أنت؟ إيه بساعدها. بتساعدها شو أكتر هيك أكتر أكل شاطر فيها؟ يعني أنا بساعدها للماما، الماما يلي بتطبخ. بحب مثلا بقطع البصلات، بقطع البندورة. يوم أنا ريحتك من البصل، ريحني من قبل إلا بلش نحرك عيونك. هون عم يتقلى السبانغ مع البصل وعم يدبل. الماي تبع المعكروني بلشت يحتغلي. يلا البوس كفو، انت سقطت المعكرونة. يلا
بدك تكسرهم كسرهم، بدك تحطهم مثل ما هن، حطهم مثل ما انت بيطلع على بالك. شو بيطلع على بالك اليوم الاكل لإلك؟ برجع كمان هون شايفين كيف عم يدبلوا وعم تخف المي شوي شوي منهم، كان حجمهم كتير كبير، يعني بيشوفهم بيقول واو وامر بدون ينحطوا، هودي صاروا ليل. شو بدك تكسرهم او مثل ما هن؟ تكسرهم يلا مثل ما بدك، بس ما فينا شي نكسرهم كلهم سوا، نكسر شوي شوي لانه يكونوا ليلة علينا. يلا اوكي هاو بيتكسروا. يلا براو نزلوا كمان قد لا مش كلهم، دايما وقت اللي بيكونوا ليش بقول بس يكونوا الناس متضامنه مع بعضها ما في حدا نلاقيهم، مثل هول الماء معكروني بس يكونوا كتار فيش حدا يكسرهم، مش بس انت انا كمان ما في يكسرهم، كمان قصهم بعض مش كلهم سوا. يا براو يا كريستوفر. ونصير نحركهم بشوكي او بملعقه خشبيه، شو هو لمين الجيران؟ كلهم سوا يلا كلهم بروحوا بيتكسروا. يلا بنصير نحركهم بشوكي او بملعقه خشبيه منشان المعكرونة ما تلزق على بعضها وتبعد الطبقات عن بعضها كل حبة عن التاني بهالشكل. دايما أول شيء هي المرحلة الحساسة يلي بتلزق فيها أول دقيقتين المعكروني أو السباجيتي مع بعضها. بلش حركهم شوي شوي. وفينا نبلش ناخذ اتصالاتكم على الرقم الموجود بأسفل الشاشة. ألو 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 شيف؟ نعم. بدي عزبك المرسبين بدون بيض كيف بيعملوه؟ المرسبين بلا بيض؟ ايه المرسبين ما بده بيض. انا الرسات اللي عندي بده بيض وما زبطت معي، مشان هيك بدي الرسات تبعك. ايدي عندك؟ عم ايد، بس بدي تعلي صوتك شوي حس انا طافي التلفزيون. يلا تكرم عيوني. ماشي تكرم عيوني. ماشي. قدي لوز؟ نص كيلو لوز. ايه مطحون؟ اكيد وناعم. أوكي. ناعم في انا اطحنه بالبيت او لازم اجيبه؟ اذا عندك آلي بتطحن الجوز وهي بتطحن. نعم اوكي. وفيك اللي في اليوم لوز مطحون بالسوق انتبهي. اوكي فيك تشتري لوز بودر اليوم خالص. اوكي. نص كيلو لوز 350 جرام سكر بودرة او 500 اثنين صح. اوكي تخلطيهم معهم. مظهر 20 جرام يعني قد ايه؟ ملعتين كبار. اوكي ملعقة شوربة. ايه ومورد 3 ملاعق ونص 35 جرام. اوكي تكرم عيونك وأهلا وسهلا. وبعدين بعد ما نعملهم في زوم نفوتهم على الفرن؟ فيكي. قدي لازم تكون درجته؟ درجة الحرارة الفرن 70 80 خفيف. وقدي وقت؟ بدك شو 30 لل 50 دقيقة. 30 لل 50 يعني 30 صح بيهدي تقريبا 3 اشهر 4 اشهر، واذا لل 50 دقيقه بصير يهدوا عندك 6 اشهر 7 اشهر. اوف هالقد؟ ايه هالقد. طيب بس اعمله ويزبط رح ارجع احكيك. وميرسي كثير شاف. انا خملت بدك تجيبي لي صحن تطعميني. يا ريت بتجي يا ميت هلا. ميرسي كثير شاف يعني. تكرمي اهلا وسهلا فيكي اهلا وسهلا فيكي. بندوب حليب البودره. مشان الحال هات لتشوف وصلنا. قامشة برافو هيك بيتفلفتوا عن بعضهم.
ضروري نضل لكعب الواعي. هلا هون هاي الحشوة، هالبصل مع السبانخ مع الزبدة، نشفت أكبر كمية ممكن من الماي الموجودة فيه وصاروا جاهزين. بنحطهم هون. حط الحليب محلهم. منجيب طنجرة لنساوي الصوص. منحط زبدة. يلي هي شرحتين أو 40 جرام، الشرحة على طول بنعتبرها 20 جرام. المعكروني أو السباجيتي بدهم 6-7 دقايق على النار، لأنه بنرجع ندخلها على الفرن، فيها تكمل نضج شوي، دقيقتين بالفرن ما بيأثر. وبناخذ اتصال. ألو. الو، مرحبا. مرحبتين، كيفك شيف انطون؟ منيح، انت كيفك؟ كثير منيحه. صار لي قديش واني بدق لحتى زبطت معي، واليوم انا منيح كمان لانه علق معك. بدي اسالك سؤال. نعم. عندي بعمل قصبة الدجاج. نعم. مقليه بتفرط. ايه بتفرط وبتعمل طعم من طعمة الصدي، ومشوية بالفرن كمان بتفرط، شو بدي اعمل؟ شو بدك تعمل؟ هيدا السؤال كتير مهم. سودا الدجاج مهمة، متخمنيها لعبة سودا الدجاج؟ ايه، شو بدي اعمل لحتى ما تفرط معي ويجعل اولادي يحبوها؟ مزبوط، ويكرهوا، يكره الرجال ياكل سودا بعدين. ايوه بالضبط، هاي هي. في طريقتين، يلا قل، بس بدي تقويلي صوتك شوي. في طريقتين رح نبلش. اول طريقة، بتحطي بمقلية زيت. ايه قليل. ايه مش كتير. ايه ما هو يعني ما بكتر زيت، لانه كمان نحن انه ما من نوع اللي، لا ما هي الزيت ما بنستعمله، بنكبه ونرجع. ايه اوكي، بس بنحط قليل. ايه وبتحطي بالمقلية من بعد ما تحمى ونار قوية. بتحطي شوي من السودا فيها. ايوه، مش كلها سوا. ما بيسوى كلها سوا، بتبق ميتها وبتزنخ وبتطلع زنختها لبرا وبتصير طعمتها كريهة. بالضبط. بترجعي بتشيليهم بتحطيهم بوعي، بترجعي بتقلي كمان، بتحمي المقلاية مش دغري بتحطي فوقها. بتحمي المقلاية وبترجعي بتقلي القسم الثاني والثالث. ايوه. هلا بتكب الزيت. ايه. ما بتصوب من المقلاية. بتحطي شقفة زبدة. كمان بتخلي الزبدة تحمى. بتضيفي السودة عليها. الماء مقلية ونار قوية. ساعتها اما بتضيفي دبس الرمان. محلول شوي بالماء. اوكي. او بتضيفي لها عصير حامض. بترجعي بتحطي ملح وبهار ابيض، ممنوع تحطي قبل ملح وبهار ابيض. لا يعني ببقى متبلتها بالخل وبالقبش قرنفل وورق غار. ليه ما كان بيتي قريب ليك، كنت الريحه وصلت لعندي. يعني كثير بتبلها وبعملها، وبس عم بتطلع معي بالفرن عم تطلع فارطه، اذا بدي اشيلها بالفرن مش عيني مثل ما عم تسويها اكيد ما تطلع فارطه. يلا حري. هدي الفوطه. الطريقه الثانيه، ايه بتحطي على النار مي. اوكي. بتحطي بقلبهم ورقة كرافس. قطعة بصل صغيرة. ملعقة خل. أيوة. قشرة حامض. ضلوع بقدونس. كبش قرنفل.
ورقة غار بهار حب ثلاث أربع حبوب وبتغليهم لوحدهم 12 دقيقة. أيوه. بتجيبي السودا هني وعم يغلوا قوي النار قد ما فيكي وسقطي السودا بداخلها. أيوه. بتغلي السودا ثلاث دقايق فقط. أيوه. بتشيليهم بتحطيهم بمصفاية. بتنقيهم من المواد العطرية. بتحطي على النار قطعة زبدة. بتضيفي السودا عليها هي سخنة. بتقلبيها، بتضيفي عليها إما دبس الرمان محلول بشوية مي أو عصير حامض. بعدين ملح وبهار أبيض وبتقدميها. تكرم عينك، الطريقتين بيطلعوا صح. شكرا شكرا، كلك ذوق. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيكي. كمان بناخذ اتصال. يلا هون عم نسوي صوص، كل ما نحط وحدة بنحرك ليختفي أثرها. ناخذ اتصال جديد. الو الو الو، بونجور. بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. كيفك شيف؟ انا منيح، انت كيفي؟ الحمد لله. مين معي؟ مدام سعد من شوف. يا اهلا وسهلا فيكي. بدي اسالك اول سؤال، شو هي ورقه العطر؟ دائما بتقول حطي ورقه عطر. ولو انت بنت، انت بنت الشوف وما بتعرفي العطر؟ لا، مليان العطر منه. اسألي جارتك، اسألي مرة كبيرة شوي. سألت اللي بيبيعوا اشياء، قالوا لي مش هي العطر، ما كان يعرفوا. دقيقة شوي، هيدي ما بتنباع لأنه مليان منها بالجبال، ما حدا بيشتريها إذا بده يبيعوها، منشان هيك وبيستعملوها للمربى أكثر شيء، والمربيات بيسوون أهل الجبال مش أهل المدينة. إيه بس شو هي؟ يعني سجلة عطر، بكره بجيب لك معي ورق تاني. منيح؟ شكرا. تكرم. هو ال ال بدي كيف بيعملوا مربى المشمش؟ كل كيلو مشمش منقى خالص 750 او 800 سكر، بينخلطوا معهم بضلهم ساعتين او ثلاثه ليبق ميته، بتحطيهم على النار، حطي معهم ورقه عطر او ورقه غار بلا ورقه العطر، تغليهم ساعة وعشر دقايق، آخر شيء قليل من حامض الليمون أو ملعقة عصير حامض. تكرم عينك وبيطلع معك مربى المشمش. كمان بناخد اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. معك شانتال شلهوب. أهلا وسهلا فيكي شانتال، كيفك؟ سافا. بدي أسألك، عندي مكنة فونتان شوكولا. عندك مكنة شو؟ مكنة للفونتان شوكولا. الفوندون يعني. كيف بدي، شو هي العيارات تبع الشوكولا اللي بدي احطها فيها بقلبها للمكنة؟ وضحي لي عن المكنة بعد لأعرف كيف، شو بدي اشرح لك، مش اشرح شيء على الفاضي. هاي دول المكنة اللي بينزل الشوكولا منها بتاكلها مع فواكه. اوكي عرفتها. اوكي. ما هلا بالفوندون ما بتستعمل كليا هاي المكنة، ما لها شغلة. هاي المكنة شغلتها ما بتذوب الشوكولا على حرارة 44 تقريبا، لتجيبي حبة الفريز او اي مشملو او اي شيء. نعم، انت طالع عبالك بتغطي فيه وبتاكلي، ما خاصة كليا بالفوندو. ايه مش فوندو، انا بدي الروسات تبع الشوكولا اللي بحطها بقلبها، بحط له زيت مع شوكولا ولا شوكولا على الحل؟ لا شوكولا وشوية زيت، ما بيسوى شوكولا على الحل. وكفي مقادير معينة؟ بديك نسبة بس 15% زيت، بس اهم شيء يكون نوع الشوكولا هو الجيد ليدوب معي. اوكي. مش نوع شوكولا منه جيد. اوكي، ميرسي لك. تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. لانه اوقات بنسمع شيء وبنكون عم نحلل شيء، مشان هيك بنحب وضح. يلا ناخذ كمان اتصال. الو شاف ريشار. الو الو، هاي المعكروني خلصت، نشيلها منبردها.
بنبررها تحت المي الباردة. وناخد اتصال. الو، كيفك شيخ انطوان؟ منيح يا علا وسهلا. الله يسلمك. الله خليك، بدي تقلي كيف يعمل الكاتشينو بالمزبوط، لان ما بعرف اعملها ابدا ابدا. وهيدي العطر اللي عم بتقول عنها هي اسمها عطريه صح؟ يعملوا فيها رز بحليب. مزبوط، موجود العطر، موجود بالجبال يعني بشكل عطول يعني مثل الحبة. بعرفها بس انا لا اتاكد منك. نعم، عطرية. تكرمي. ومناخد كمان اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور. بونجورين، أهلين، كيفك شافي؟ الله، أنا شو مبسوط أنه أخيرا علق الخط معي. تسلمي تسلمي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شاف، بدي أسألك كيف بيعملوا الجواكامولي؟ بدك أفوكا، مستوي وناضج وبعده على لونه الأخضر، بدك تفرم معه كزبرة خضرة، خيار ناعم، دقيقة شوي عم بكتب بس زنجبيل ناعم طازة، زنجبيل أوكي، وبندورة، يفضل هي تكون البندورة منشفة ومفرومة ناعمة. أوكي، إذا ما لقيتي أشري من برا، تسديها بالمي المغلية للبندورة. أوكي، تتقشر، ترجع اللب تبعها بتشيليه وبتفرمي فقط اللب وبتخلطيه معها. أوكي أوكي، تكرم عيوني. وهيدي في تعميها لبنتي إذا عمرها سنة ونص؟ أكيد، أحلى شيء لإلها. منيحة، ما هيك مفيدة. نعم. أوكي، وشاف أنا سؤال تاني هلأ كرمال الطبق اليوم. نعم. أنا بنتي ما بتاكل بايت. ما في مشكلة، ما تستعملي بيض. ما بستعمل بيض، بتطلع نفس الشيء؟ بتطلع تقريبا نفس الشيء. هلا ضيفي عليها، في ضيفي شرحات حبش. حبش كثير منيح. اوكي، بيمشي الحال. اوكي، تكرمي. ميرسي شيف. اهلا وسهلا فيكي، اهلا وسهلا فيكي. يلا، هاي الصلصة عندك خلصت. نضيف لها ملح وبهار. خلي الملعقة فوق حبيبي. ونضيف لها ملح وبهار أبيض، يعني كل شيء على قده بده ينضاف. يلا حركة. منجيب جاط لعنا، منجيب مصفاية، منصفي الباستا، نخلي الايدين تبع تبع الطنجره يبردوا، نتاكد مزبوط انه فينا نحملها فيها عشان ما نحرق ايدينا. شوفوا شوي، هاي الطنجره انا صفيتها وبطل فيها شيء. شو بعمل؟ جيب هالباستا او المعكروني او السباجيتي اللي صفيتها، بنزلهم بقلبها. هلا هاي ما عشبنا اياها، اديني الفوطه شوي. قبل منجيب البيض منبرده تحت الماي البارد لنكسره ونقشره. شو عملية الماي البارد للبيض؟ شغلتين. أول شغلة هي توقيف عملية الطهي والنضج، توقيفها الماي البارد. تاني شغلة بتساعد على تقشير البيض، يعني وقت بتشيل أنا بيضة سخنة وبتركها شوي لتبرر وبقشرها هي سخنة، بتعذبني بالقشرة. أما وقت اللي بضيف عليها ماي مسقعة بتساعد على إنه فيي أقشرها.
بنحطهم بمصفاية صغيرة على صينية. شو بتفاقس؟ شاطر بالمفاقسة؟ يلا نقي بيضة لشوف. يلا منك يا هوين. لا مش زيادة، يلا هات لشوف. والله منك يا هوين. هيدي بس عم تضربها جنابي، عم تغدر. ماشي الحال. هلا نجي للصوص. يلا بدك تبلش تقشر اياه هون. قشرهم أم المعروف. حط القشر هون والبيض حط لي اياه بهاي. أصبح إن المي المسقعة هدفها شغلتين، إما للتقشير. بيجي أنا الصلصة حطينا لها ملح وبهار، بحطها فوق الباستا. كمان فوق الباستا بدي أضيف ملح وبهار. ليه؟ لأنه غسلناها بضل فيها ملح. بخلطهم مزجت الصلصة بكل المعكروني. بشيل معكروني بهالشكل وبحط بالجاط. برجع منحط البصل والسبانغ والكريمة اللي حطيتهم. وين صرنا كريستوفر؟ صرنا 20 بيضتين. بيضتين. يا لنقشر معك لك. الزيتون والبيض بيروحوا مع بعضهم. في نكهات تتجانس مع بعضها، مشان هيك أنا حطيت لها الأكل شوية زيتون لتتجانس مع البيض. كيف واحد هو عم ياكل الصبح بيض مسلوق اوقات من عشيه. وين قلنا لك حطهم يا كريستوفر؟ عم تغش معنا، قلنا لك هي الصحن. يلا منقشر البيض. منبلش البيض نحطه بهالشكل هيك. وهي البيض
يلا خلصت اخر بيضه. بنضيف عليهم الزيتون الاسود نقى ما في بقلبه شيء، وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور، كيفك شيف؟ منيح، انت كيفك؟ الحمد لله، مش مصدق واخيرا رديت علي. تسلم، على طول عم نرد حبيبي نحن، بس اوقات في ضغط على الخطوط، شو بنعمل يعني؟ يعطيك الف 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 عافيه. تسلم تسلم حبيبي. شيف نعم، بس عندي سؤال. نعم. كيف بنكبس الكبيس؟ اي نوع كبيس بدك؟ اللي بيكون من مقطة، بيكون المقطة. مقتي تكرم عيونك. ثلاث كبايات مي، بس دي عم بكتب، ثلاث كبايات مي، كبايتين خل، كبايتين خل نعم، كل مقتي بنقرا من بالقشة الكيردون بنبخشها ثلاث محلات نعم، ترجع خل بتضيف ثلاث ملاعق خل ضفنا ملح، بتضيف ثلاث ملاعق كبار ملح خشن نعم، ملح خشن، بتحط معهم عرق زعتر بري، حبتين كبشة قرنفل نعم، وبتحط الخل مع الملح مع المي، وبتكبس فيهم المقتي. شكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا، الله يعافيك حبيبي. الحمد لله انك رديت، ثانك يو كثير لك. اهلا وسهلا فيك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه. تسلم تسلم. باي باي. هاي المعكروني حطيناها غلفنا فيها البيض، وكنا تحت حطينا السبانخ مع البصل. هلا منضيف عليها الصلصة ما في حدا يقول انه المعكروني اللي هي تحت السبانخ ما فيها صوص، فيها صوص، منشان هيك مخلوطة المعكروني كلها سوا مع بعضها. منضيف عليهم بقية الجبنة منفوتها على الفرن دائما قبل تفويت الفرن للجراتان، بالاخص اذا الصينيه او الجاط بده يتقدموا مثل ما هني، مش انه وسخ، بس دائما داير الجاط ليطلع نضيف معنا. يلا افتح لي الفرن كريستوفر رامون معروف، بنحط صينتنا او الجاط بقلب الفرن، نتوقف مع محطه اعلانيه ومنتابع حلقتنا عبر شاشه التلفزيون لبنان. تابع حلقتنا أنا وكريستوفر عبر شاشة التلفزيون لبنان، وباخذ اتصال جديد. ألو. جور. بونجورين. كيفك شيف أنطوان؟ منيح، أنت كيفك؟ سافا، بس ولو بدي أسألك شغلة، ليش صينية الكبة رفخت؟ أي كبة رفخت؟ عملت كبة بالصينية. نعم. إيه، عم بشويها زمت على نص الصينية ورفخت مثل الجاتو. عيل شو بدك أحسن من هيك؟ لا خايفة تكون اللحمة بهالشيء، أما لا لا اللحمة هبرة مزبوط. إيه. بس تكون لحمة هبرة مزبوط وبرغيلة منه كتير. ما هي بتعمل نص كيلو بده كبايتين ونص برغل صح؟ مزبوط. اه بتعمل هيك. يعني ما فيها مشكلة. لا ما في مشكلة، مدعوك منيح، ما ما مش عطية تنفيسات بيناتها، مشان هيك ضغط على بعضها قبت كلها سوا والنار قوية. اوكي ميرسي شيف. تكرمي، ما بيأثر. بس ما تحرق لساني. لا ما راح احرقه، ميرسي. تكرمي. كمان بناخذ اتصال. الو.
الو 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 بونجور الو بونجور بونجورين شوف انطوان نعم شوف انطوان بدي اسالك عن القرايدس نعم شو بو الو شو بو القرايدس القرايدس عم يجي ببعث لي اياه ابني فريش بحطه بالكياس بتلج وبيبعته على لبنان بشيله انا من الفريزر بدي اطبخه عم يطلع قاسي عم يطلع قاسي بس انت سلق او شوي او شو عم تستعمليه او مع الرز انا بدي سويه مع الرز بشيله بنقعه بالحليب مثل ما انت قلت لنا السمك بيحطوه بالحليب روقي 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 وحده وحده السمك بالحليب في فرق بين السمك والقرايدس انا افتكرت كله مثل بعضه لا مش كله مثل كل الناس مثل بعضها مزبوط انتبهي انا قلت السمك اللي الناس بتخاف منه من الحليب بالعكس اذا كان مجلد بننقعه بالحليب طيب القرايدس ابدا ما بده نقع بالحليب طيب شو بعمل له هلا بدك تشوفي يمكن الحليب قسيه هون لان الحليب فيه مواد بروتينيه بيشد طيب هلا انا اللي عم شوفه ان انت عم يبعتهم فريش بس اكيد عم يوصلوا فريش او عم تشوفين هيك ميتين متلجين عم يوصلوا بيوصلوا متلجين بالفريزر انت دغري عم تقصمين على اكياس وبالفريزر ايوه هو بالكياس عاملهم وبحطهم بالفريزر دغري الفريزر قديش حرارته عندك تقريبا تحت الصفر والله بس متلج منيح يعني ولا نهار حسيتهم انه ندابوا اوكي قديش عم يضلوا وقت تقريبا كمان شي شهرين ماشي الحال لازم يكونوا مناح ومش لازم يكونوا قاسين وفيك تشويهم شوي وفيك تسلقيهم ست دقايق وانا على مسؤوليتي بيطلعوا طيبين بحطهم اذا بدي اسلقهم شيف نعم ماي على النار ايه بحط انا مواد العطريه كلها مع قشرة حامض وملعقه صغيره خل ايه بالاضافه خليها لتغلي المي عم حطهم خمس دقايق عم شيلهم مزبوط وعم يطلعوا قاسين طيب اذا الحبة كبيرة ايوه من افريقيا الافريقي اكيد غير شكل سلقيهم 9 دقايق 10 دقايق 9 دقايق او 10 دقايق نعم ممنون كتير شيف تكرمي الله يخليك ميرسي الله يخليني اياك اهلا وسهلا فيكي اهلا وسهلا فيكي كمان بناخذ اتصال الو راح نشوف مقادير معكروني جراتان بالبيض والسبانغ بنشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان بعد نقلت صينيتي من الفرن بس لنذكر بش تقولوا انه صار في السحر حطينا صينيه المعكروني جراتان هون بالفرن طلعت بالفرن هي لا نقلت خلال عم شوف المقادير لهون على فرننا لانه هذا شوي اقوى من فوق مشان نعطيكم اللون المطلوب يلي انتو بتحبوا تشوفوه مشان هيك اكلتنا لليوم هي مستويه من الداخل يلي هو المعكروني مستوي الصلصه مستويه السبانغ مستوي البيض مستوي كل العناصر الزيتون اكيد ما بده استوى كل العناصر المركبه فيها الاكله هي ناضجه مشان هيك ما بده غير فقط الوجه اللي هو التحمير يلي بيعطيها شوي صغيره اللون والمنظر الحلو الشهي يلي بنقدمه فيها شو يا كريستوفر عجبتك الاكله رهيبه ريحه بتجنن يلا شو بنعمل بقى بدنا نتفق بس عم بيقولوا لنا بده يخلصوا في فوتبول للتحضير بلشت كانت تحمر شفتون هون
ميرسي كريستوفر على معاونتك على طبق معكروني بالفرن مع البيض والسبانخ. حلقتنا لليوم انتهت. بحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبشوفكم بحلقة جديدة وبقلكم باي باي. قول باي باي. باي.